السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أهل الثناء والمجد. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه، على الرحمة المهداة والسراج المنير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي وصية الله في الأولين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، أيها المسلمون، إن في تعاقب الليل والنهار وتعاقب الساعات وتعاقب الشهور وتعاقب السنين عظات وعبرات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سأتكلم بحول الله في هذه الدقائق المباركة عن عظة وعبرة ينبغي أن يستفيد منها المسلم، وهي المحاسبة. قد تجد تاجرا لا يكاد يمر عليه يوم أو يومين أو أسبوع حتى تجده يراجع ما تم بيعه، يراجع حساباته، ولا تكاد تجد مؤسسة يمضي عليها شهر أو شهرين إلا وهي تراجع حساباتها وما صرف وما هو المدخول والمصروف. ولا تكاد تجد مؤسسات كبيرة أو مراكز تجارية إلا يمر عليها العام وكذلك تراجع حساباتها وتنظر في الفواتير والدفاتر.
والناجح من كل هذا هو من اعتبر ووازن بين المدخول والمصروف ووضع أهدافا لمؤسسته سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فأكيد سينجح في مشروعه أو في مؤسسته إن وضع أهداف وخطط لمراحل سواء مرحلة قصيرة أو مراحل بعيدة. من خلال هذا الكلام أو هذا المثال نسقطه على المسلم، فبمرور الأيام قد يغفل المسلم أو يضعف بسبب المغريات أو الشهوات أو بسبب الدنيا، بسبب العمل أو بسبب المال، بسبب الأولاد، بأي سبب من الأسباب قد يفتر ويضعف إيمانه. ولكن ما السبيل وما الحل؟ الحل أن يراجع أو أن يحاسب نفسه، لأن الزمن يمر والوقت يمر، وكما ترون أن العام والعوام تمر والسنون تمر. أمس كنا في سنة 2000 والآن 2021، فالأعوام تمر بسرعة. فالحاذق من حاسب نفسه. فينبغي للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يراجع حساباته مع الله ويأخذ العبرة من مرور السنين، ويقف وقفة لله عز وجل، وينظر فيما هو آت، لأن المولى عز وجل قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سيدنا عمر بن الخطاب قولته المشهورة والمعروفة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا ليوم العرض أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي آية أخرى نقرأها كل أسبوع في سورة الكهف يقول المولى عز وجل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتعالوا معي كذلك نتذاكر أو نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، وكل أحاديثه صلى الله عليه وسلم عظيم. يقول: لا تزول قدم عبد بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع. ما هم الأربع التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة؟ عن عمره فيما أفناه، أول شيء يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه صحته، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن عمله ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفي من صرفه وفيما أنفقه. فالحاذق من دان نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من هو العاجز من اتبع نفسه هواها غافل، اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وكذلك كما يقول الشاعر: النفس كالطفل إن تهمل يحب أو يشب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس إن تركتها فستضيع وتهمل، لكن إن لجمتها مثل الحصان، إن لجمته سيقف
وإن تركتها أو تركت الحصان يجري فلا يقف، فكذلك النفس. فعليك أيها المسلم أن تقف وقفة حساب مع نفسك، ماذا قدمت، ماذا فعلت في العام، ماذا فعلت في الشهر، ماذا فعلت في يومك، وتراجع إذا كان فيه سيئات تتفادى فعل سيئاته، وإن كان فيه حسنات ترتفع درجة أخرى، أو يكون همتك أعلى في فعل الحسنات والطاعات. قال الفضيل بن عياض التابعي، سيدنا الفضيل بن عياض قال: من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ليعرف أنه رايح يقف أمام النور عز وجل، أو أنه راجع أنه سيموت ويرجع إلى الله عز وجل، فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، هكذا جعل سبحانه وتعالى الليل والنهار خزائن الأعمال ومراحل الآجال، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، لأنه طريقهم العاملين إلى الخيرات وتنشطهم على الطاعات. يقول نول عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الليالي والأيام، فالسعيد من حاسب نفسه وتفكر في انقضاء عمره واستفاد من وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. ومن غفل عن نفسه وتسرمت أوقاته وعظم فواتها اشتدت حسراته، نعوذ بالله من التفريط والتسويف. ومن أقوال التابعين أو سيدنا الحسن رضي الله عنه: ما من يوم يتنفس فجره إلا ونادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فهذه وقفة مع النفس، لابد للمسلم أن يقف وقفة محاسبة مع نفسه، وأن يتوب إلى المولى عز وجل، لأن العمر قصير، لأن هذه الحياة مهما عاش الإنسان من زمن فهو آل إلى المولى عز وجل، فهو راحل إلى المولى عز وجل، فينبغي أن يغتنم أوقاته في طاعة الله وفي عمل الخير وفعل الخيرات، وبدون أن ينسى أن يقف وقفة محاسبة كل يوم أو كل شهر أو كل فترة. ينبغي أن يأخذ ورقة وقلم وأن ينظر فيما فعل وفيما سيفعل. في الأخير نسأل المولى عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا ويجعلها أوقاتا مباركة طيبة، ويجعل لها أوقاتا في طاعة الله. اللهم يا ربي اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا، وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض، وعافي كل مبتلى، وارحم كل ميت، ونفس كل مكروب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويزج فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.